مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. احنا موجودين هلا في مكان في الداون تاون اسمه وورد اكسشينج بلازا. وورد اكسشينج بلازا موجود تقريبا في وسط الداون تاون، قريب كتير على البارلمنت. صراحة جوا في محل مشروبات روحية، في سوبر ماركت صغير، في بنك تي دي، وفي شوبر تبع الصيدلية. فش شي فيه كتير، بس في سر في هذا المكان انه اي ويكندز سبت او احد الباركينج تحته فري، فلا تغلب حالك وتدور وتلف. اذا انت جاي على الداون تاون يوم السبت او الاحد على اوتوا، صفي عندك 12 ساعة او اكتر، حتى من الخمسة الصبح بفتح لل 12 بالليل. ممنوع تبيت السيارة فيه، بس بتقدر تصف السبت كامل او الاحد كامل، ما عندك مشكلة وما تدفع ولا فلس. يعطيكم العافية ونراكم في حلقة تانية. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.